اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر اللي خصني نوجهه السي رضوان الحايمر السي حمصاوي طاقم كامل ديال المجهود ديالو لا لاعبين. الحمد لله فاش كيكون الجو ديال ان الانسان كيكون عنده واحد الطابع اخوي في الفريق راه الحمد لله الامور كتيسر. الدراري راه قايمين اللي عليهم، لا اللي كيلعبوا لا اللي ما كيلعبوش، كاملين فرحانين. نتمنى نبقاو غاديين في هذا المستوى هذا ونفرحوا الجماهير ديال مدينه السوالم، وان شاء الله نبقاو غاديين نتصدروا سبوره الترتيب. يا مباراه جميع المباريات الانسان فاش كيكون عنده واحد تاكتيك مو انه كيفكر انه لو جو ديالو ما غاديش يبدلو، حيت اللعب ديالك اللي كدير هو اللي غادي اللي عطا واحد الاكل ديالو واللي غادي تستمر به. وفريق الرجاء الرياضي البيضاوي راه فريق كبير، اي فريق في المغرب كيتمنى يربحو، كنتمناو حتى حنايا نجربوا الحظ ديالنا ونقدموا مباراه كبيره ونشرفوا مدينه السوالم ونحترموا فريق الرجاء الرياضي البيضاوي.